تعملي كده بس يا ابتهال؟ ليه كده يا بنتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ ابوكي زمانه جاي، هعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ مساء الفل يا معلم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كله تمام؟ طب بعد النكهه رجعنا، انا طالع اخد وش ساعه ورجعت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ استر يا رب. مساء الخير يا نعيم. مساء النور يا سيد الناس. سخني لي ميه، عايز استحمى. عيني، اول ما تغير هدومك تكون الميه سخنت. ابتهال في اوضتها؟ امال يعني هتكون فين؟ مالك يا ولية، في ايه؟ مفيش حاجة، ما أنا كويسة وزي الفل أهو. تستعميني يا ولية؟ ده أنت روحك هتطلع في إيدي الليلة. والله يا معلم. تاني يا معلم، والله ما عملت حاجة خالص. كنت فين يا بنت؟ كنت بزور واحدة صاحبتي. صاحبتك دي اسمها إيه؟ مارسيل. مارسيل بنت الخواجه مزراح، مش كده؟ وانا برضو اقول مين الراجل الهافع اللي يسيب بنته تسهر لحد دلوقتي؟ اكيد بتاعت سيما ومسخره وكلام فاضي. انا قايل لك كم مره ما تكلمهاش ولا لا؟ بس العيب مش عليك يا ابتهال، العيب على امك اللي ما عرفتش تربيكي. ما تجيبش سيره امي. وهي رحمه امك يا ابتهال، لان انا مجوزك واحد من رجالتي علشان اخلص من عارك. يبقى اخر يوم في عمري. ليه يا ست البرنسيس؟ مستنية حضرة الظابط يا بنت. مش هيتجوزك، عارفة ليه؟ علشان بيحب واحدة تانية ضفرها برقبتك. أقول لك أنا مش هيتجوزني ليه؟ عشان هو ظابط وأبويا بلطجي. أنا بلطجي يا بنت الكلب. يا معلم حرام عليك يا معلم، دي برضه دارك يا معلم، حرام عليك. حرمت عليك عيشتك على عيشتها، ده أنتوا تصوروا الدم.